بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم إن شاء الله عندنا فيديو جديد في المفيد في اللغة العربية للثالث ابتدائي، الوحدة الخامسة، الأسبوع الثالث، مجال الماء والحياة بالإملاء، علامة الترقيم. هذه غادي نتعرفوا عليها في هذا الفيديو. إذا أقرأ. استمعت إلى أبي بانتباه عندما حدثني عن منتجع عين أسردون، فقلت له: ما أروعه من منتجع. قال: هل تحب زيارته؟ إذن غنعود. استمعت إلى أبي بانتباه عندما حدثني عن منتجع عين أسردون، فقلت له: ما أروعه من منتجع. قال: هل تحب زيارته؟ كما تنشوفوا قرينا في هذا النص، لاحظوا بأن القراءة تبدلات في لهجة الكلام من جملة لجملة ولا من سطر لسطر، وهذا يدل على أن كاين شي حاجة هنايا هي اللي تتخلي هذا التغيير. هذا التغيير هما علامة الترقيم اللي حنا ما تنتبهوش لها، لا في القراءة ولا في كتابة النص. لا، كيف ما تنشوفوا هنا، استمعت إلى أبي بانتباه. شنو كاينة؟ كاينة الفاصلة. ملي تتكون الفاصلة تيكون الوقف، الوقف شوية ديال الوقف ونكملوا الجملة، وهاد الفاصلة تتفصل الجملة على الجملة. ملي تنكونوا نهضروا على نفس الشيء تيكون واحد الحاجه متشاركه ما بين هذه الجمله والجمله، تنتحدثوا على شي حاجه، تنقولوا على شي حاجه اللي باقيين تنتكلموا عليها. عندما حدثني، اذا هنا استمعت الى ابي بانتباه، اذا مازال تنهضروا على ابي شنو كان تيقول. الفاصله فصلت هذه الجمله على هذه، ولكن تنوقفوا عندها واحد شويه. عندما حدثني عن منتجع عين أسردون، اذا هنا نقطه. متى تكتب النقطه؟ تكتب النقطه عند نهايه النص، او ملي تنكونوا تكلموا على واحد تنخرجوا منه تنبغيو نستأنفوا تندخلوا في شي حاجه اخرى، نتكلموا على شي جمله مغايره عليهم ولا شي حاجه، تما فاش تكتب النقطه، ولكن اغلبيه تكتب في اخر النص. هنا كما قلنا فقلت له، القول جنقاب، ما أروعه من منتجع. إذن هنا علامة استغراب، تعجب، علامة. إذن هنايا هنا سميتها هذه علامة تعجب، ملي تنتعجب من شي حاجة، تنتبهر من شي حاجة، تنديرو علامة تعجب. ما أروعه، ما أجمله، ما أطوله، ما تنديرو علامة تعجب. قال: هل تحب زيارته؟ هل، إذن هاد هل تدل على أنه سؤال، وحتى من النطق ديال الجملة تدل بأن سولنا. هل الأب ديالو قال ليه سول وقال له هل تحب زيارته؟ إذن علامة استفهام، علامة استفهام تنديروها في السؤال. إذن قلنا كاينة الفاصلة، النقطة، علامة استفهام، علامة تعجب. غادي نمشيو ولاحظ ولاحظ، هذه علامة الترقيم، هنا شكلها وهنا اسمها. إذا عندنا هذه، إذا هنايا هذا هو الشكل ديالها كيف تكتب، وهنا الاسم ديالها. عندنا هذه سميتها الفاصلة، 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 وهذه سميتها النقطة، النقطة، وهذه علامة التعجب كما قلت سابقا، علامة التعجب، هذه علامة الاستفهام، علامة الاستفهام. إذا متى تكتب هذه العلامة الترقيم؟ الفاصلة تكتب بين الجمل، كما قلنا تتفصل الجملة على الجملة، نديرو جملة وندخلو في جملة أخرى في نفس السياق، تنديرو الفاصلة. النقطة آخر الكلام كيف ما قلنا سابقا.
اما تنهضروا على بزاف الجمل متسلسلين وكملوا دخلوا في شي موضوع اخر ولا في شي ديروا النقطه، واما في اخر النص اخر الكلام زال الكلام. علامه التعجب، علامه التعجب تكتب في اخر جمله التعجب كيف ما قلنا تعجب. علامه الاستفهام تكتب اخر السؤال، فيما تنطرحوا السؤال وتطرح لينا السؤال نكتبوا علامه الاستفهام. اذا هنا اطبق، انا اطبق، اذا اطبق اضع داخل كل مربع، كل مربع من هذه المربعات هذه ما يناسب من علامه الترقيم، هي هذه تعرفنا عليها سابقا. اذا نقراو النص ونشوفوا علامه الترقيم المناسبه في كل مربع. هنا هل سمعت بشلالات أزود؟ إنها أكثر شلالات المغرب ارتفاعا، تقع بإقليم أزلال، ويقصدها زوار كثيرون، فما أجمل منظرها وما أروع موقعها. إذن نبقاو نلاحظوا الجملة، دائما لاحظوها في الأول واش فيها علامة استفهام ولا علامة تعجب، وحنا تنقراوها ونشوف نشوفو المعاني ديالها شنو تتعني، واش تعجب ولا سؤال لاستفهام ولا جملة عادية اللي ندير لها فاصلة قدام فاصلة أخرى. هل سمعت بشلالات أزود؟ هاد هل تعني لنا شيئا، تعني لنا علامة استفهام لأنه سؤال. هل دائما في السؤال نديرو هل، لماذا، متى، كيف، أين، هذا تعني بهم السؤال، تنبدأ بهم السؤال. هل سمعت بشلالة أزود؟ إذن هنا علامة استفهام، نديرها بلون. إنها أكثر شلالات المغرب ارتفاعا، إذن هنا جملة عادية، تقع بإقليم أزلال، جملة تبعها جملة ولكن بين هذه الجملة هنا تنقول بأنها أكثر، ولكن هنا كملنا قلنا تقع بإقليم أزلال، إذن يكون بيناتهم واحد الفاصل، فاصلة. تقع بإقليم أزلال ويقصدها زوار كثير، جملة تبعها جملة، إذن بيناتهم واحد الفاصل والفاصلة. ويقصدها زوار كثيرون، دائما شوف الجملة، الجملة اللي تبعها، ويقصدها زوار كثيرون فما أجمل، يقصدها زوار كثيرون. إذن هنا سلينا من الفصل بين الجمل، هنا ولات نقطة. هنا كنا تنهضروا هل سمعت بشلالة، إنها أكثر شلالة المغرب ارتفاعا تقع، هنا غادي ندخلوا نتعجبوا من داك الرأي، من داك المنظر اللي شفنا فيها. فما أجمل منظرها، فما أجمل منظرها، إذن هنا علامة تعجب، تعجبنا من المنظر ديالها، فما أجمل منظرها. عاوتاني هنا قلنا وما أروع موقعها، وما أروع موقعها، هنا علامة تعجب. إذن قلنا فيما نقولوا أجمل، أروع، أطول، أكبر، أضخم، شي حاجة نستغربوا من الحجم ديالها ولا من المنظر ديالها ولا من، إذن هذيك علامة تعجب. قولوا ما أجمل الزهور، ما أروع البحر، ما أجمل الشمس، ما أضخم الفيل. اذا ملي تنشوفوا الفيل تنشوفوه ضخم، اذا نتعجب، تديروا على ما اضخم الفيل، ما اعلى سميتو العماره، تنشوف شي عماره ولا شي بنايه عاليه تنتعجبوا لذاك الارتفاع ديالها، اذا هادو كلهم تنديروا عليهم علامه تعجب. اذا عندنا تمرين آخر، قالوا لنا أصل كل علامة ترقيم بالجملة المناسبة لها،
كل علامة ترقيم من هادو بجملة مناسب. عطاونا ثلاثة الجمل. إذا ما أطيب روائح الورود والزهور، ما أطيب روائح الورود والزهور. بعين سيدي حرازم مياه معدنية، لماذا نستحم بالمياه المعدنية؟ نبداو الجملة الأولى وهي هذه كما قلنا سابقا، ما أطيب، ما أشهى، ما، هذو كلهم فيهم علامة تعجب. ما أطيب روائح الورود والأزهار، ما ألذ طبخ أمي، تهدك علامة، هذه كلهم تنديروا عليهم علامة تعجب. إذا ما أطيب روائح الورود والزهور، إذا هذه علامة تعجب. ناخذوا مسطرة، هذا علامة ترقيم ديال التعجب. الجملة الثانية، بعين سيدي حرازم مياه معدنية، هذه جملة عادية ما فيها لا سؤال لا تعجب لا والو. تقدر تكون في آخر النص نديرو لها النقطة، وتقدر تكون في وسط النص ونديرو لها علامة الفصل. إذا حنا بما أننا ما عرفناهاش واش تقدر تكون في آخر النص باش نديرو لها نقطة ولا في وسط النص، غادي نديرو ليها علامة النقطة والفاصلة. بقى لينا لماذا نستحم بالمياه المعدنية؟ لماذا نستحم بالمياه المعدنية؟ لماذا؟ إذا هنا شنو تنديرو؟ تنطرحو سؤال، لماذا؟ إذا هنا علامة استفهام، نطرح السؤال، لماذا نستحم بالمياه المعدنية؟ سؤال، نطرح سؤال. إذا هذا كل ما يخص صفحة 177 من مفيد في اللغة العربية الثالث ابتدائي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.